النهاردة بإذن الله هنستكمل فيديوهات المايند مابس فيسيولوجي بفيديو نيرف عملته في كذا سلايد كتجميعة سهلة بالنسبة لنا إن شاء الله. في البداية لازم تعرف إن في تعريف مهمة جدا في النيرف. أي نيرف بيوصل له استيمولس بسميه ريو بيز. ريو بيز لازم يكون مينيمال ستيمولس نيدد تو اكسايت ذا نيرف. الحد الادنى 10 ملي امبير. لو انا اديت اقل من كده مفيش استجابه. معنى الاستجابه ان الامبلس تنتشر في الاكسون كله. اتفقنا ان اليوتيلايزيشن تايم هو الوقت اللي محتاجه النيرف انه يستفيد من الكهرباء اللي مشيت فيه. طيب عشان كده اي استيمولس لازم يبقى له حاجتين مهمين: مينيمال سترينث ومينيمال تايم. الكرونكسي هو التايم نيدد باي دبل ذا ريوبيز تو اكسايت ذا نيرف. مثلا انا عايز اشوف الكهرباء اللي هتروح من نيرف الى نيرف. النيرف التاني عايز 10 ملي امبير والنيرف الاولاني عاوز 10 ملي امبير. طب انا الكهرباء وهي بتمشي في الاكسون وتوصل للنيرف التيرمينالز وتعدي وتروح للنيرف التاني في ريزيستنس بتواجهها، فالسترينث هتقل عن اللي بدأت بيه. عشان كده قالوا من البداية ندي ضعف الاسترينث، وده بنسجله في وقت معين اسمه كروناكسي. كروناكسي بيعبر عن الاكسايتابيليتي، ودي قلناها قبل كده. كل ما النيرف يستجيب في وقت اقل معناها ان نشاطه اكبر. طيب النيرف ليه انواع: مايلينيتد ونون مايلينيتد. مايلينيتد نيرف اتفقنا ان المايلين ده ليبيد عازل للكهرباء، وان الامبلس تتحرك فروم نود تو نود. فكره الجامبينج دي مهمه جدا، ودايما النيجاتيف تشارج اتراكت البوزيتيف في النود اللي جنبها، ولما البوزيتيف يروح لها يختفي، ونسميها كارنت سينك. عايزين النيرف كله يبقى عليه نيجاتيف تشارج عند النود. انواع المايلينيتد A و B، والA اربع انواع: الفا الاسرع، ثم بيتا، ثم دلتا، ثم الجاما، وعندي البي. النون مايلينيتد اسمه سي. خلي بالك المايلينيتد ان الامبلس جامب فروم نود تو نود هسميها سالتاتوري كوندكشن، النقل بالقفز، طبعا سريعه وبتوفر في طاقه كبير، وهنقول ازاي. اما البوينت تو بوينت لا، ده نون مايلينيتد، فدايما النيجاتيف اتراكت البوزيتيف في النقطة اللي جنبه. نفضل على كده لغاية ما الممبرين كله يبقى عليه نيجاتيف تشارج. عشان كده الطريقة دي بطيئة وبتستهلك طاقة، ده مهم قوي. في نقطة بتتسأل فيها هي الفاكتورز افكتنج الكوندكشن. الفاكتورز اللي بتأثر في الكوندكشن نوع النيرف، لسه قايلين عندك البريشر. الاي يستجيب للضغط اكتر من البي اكتر من السي. اما بالنسبة للتمبريتشر، لما بتقل درجة حرارة النيرف 1 ديجري سنتيجريد بيقل الكوندكشن من 3 إلى 7%. وقلنا ان الاهمية الجراحة بالتبريد او الكرايو سيرجري، كانوا زمان بيضطروا يحطوا رجل العيان في حوض او بانيو في تلج عشان يقللوا درجة الحرارة تماما لو كانوا هيعملوا امبيوتيشن او بتر للساق قبل ظهور الانستيزيا. الانستيزيا تأثر في السي، وده مهم جدا لازم تكون عارفه. دايما الانستيزيا بتأثر في النيرف النون مايلينيتد لان ليه سيرفس اريا كبير. اما الهايبوكسيا تأثر في البي اكتر من الاي، كلها نقاط اساسية.
طيب قبل ما اقول الاكسايتابيليتي والافكت اوف اينز، عايزين نفهم الاول resting membrane potential واكشن potential. during rest ادي شكل الممبرين بتاعنا، بره في بوزيتيف تشارج وجوه نيجاتيف. اتفقنا في النظري النيجاتيف اللي جوه مش معناه نيجاتيف ايون، معناه بوزيتيف اقل. عشان كده during rest بنقول هو البوتنشال ديفرنس او فرق الجهد between positive and negative its charge during rest. طبعا الفرق 70 ملي فولت. طب ايه السبب؟ قلنا ان في سببين مهمين: selective permeability، الممبرين بيحب يخرج البوتاسيوم من جوه لبره بالconcentration gradient اكتر من ان هو يدخل صوديوم من بره الى جوه، النسبة من 50 او 75 الى 1، ودي قلنا عليها 93% من الاسباب of resting بتبقى passive مش محتاجة اي طاقة. وفي سبب تاني هنقوله دلوقتي. طب ادي الممبرين during rest، ادينا له threshold. الثريشولد ستيمولس عمل ايه؟ فتح بوابات تشتغل بالكهرباء اسمها فولتج جيتد صوديوم تشانلز. وقبل ما اتكلم عليها لازم تعرف انواع البوابات، يا اما الليكج شغاله فقط اثناء الريست ان انا اخرج بوتاسيوم ليكج بوتاسيوم تشانلز، او ادخل صوديوم ليكج صوديوم تشانلز. هنا هيتفتح فولتج جيتد صوديوم اول ما ادينا الريوبيز. طبعا الفولتج جيتد صوديوم ليها بوابتين، تو جيتس، ام الخارجيه واتش الانر. عايز افكرك بحاجه، ان اثناء الريست بيكون الاتش هي اللي مفتوحه، عشان كده انا جمعت لك الصوديوم تشانلز عندنا دلوقتي اهي، ادي الاتش تشانل open during rest. طيب والام اثناء الريست مقفوله. اول ما ندي الستيمولس يتفتح الخارجيه والداخليه اساسا مفتوحه، ويحصل دي بولاريزيشن، تتعكس الشحنات، اللي بره يبقى نيجاتيف واللي جوه بوزيتيف، لان الصوديوم الموجب ابتدى يدخل. الفرق عمال يقل، بدل ما يبقى 70 بقى 69 68 لغايه لما الفرق بقى 63 ملي فولت. الاشاره النيجاتيف ده رمز للانر سيرفيس، شحناته اقل من اللي بره بكام. عند نيجاتيف 63 هيحدث فتح تدريجي للفولتج جيتد صوديوم تشانلز. ثم هنا بقى تعالوا نركز مع بعض في النقطة دي، نيجاتيف 55 هتتفتح كل بوابات الصوديوم تشانلز كأنك جبت نار وأشعلتها في المكان، سرعة فتح رهيبة. البوابة دي تفتح، فالبوابة اللي جنبها فولتج جيتد صوديوم تفتح عند نيجاتيف 55. تلاحظ الكيرف كان بطيء، جراديوال دي بولاريزيشن، ثم هنا هيبقى الكيرف سريع رابيد دي بولاريزيشن. السرعه هنا كل شويه صوديوم عمال يدخل، فالموجب جوه عمال يزيد والفرق بين جوه وبره بيقل، لغايه لما وصلنا عند الزيرو، ان الفرق بين جوه وبره صفر قد بعض. اسميها ايزو بوتنشال، انا مش عاوز كده، فيكمل الصوديوم في الدخول. انا عايز ان اللي جوه يكون بوزيتيف واللي بره نيجاتيف تماما، هسميها البيك او اسم تاني اوفر شوت، شحنات اللي جوه تخطت شحنات اللي بره، او ريفرسال اوف بولاريتي، انعكاس القطبيه. ده عند بلس 35 ملي فولت. طبعا من قاعدة الرسمة إلى البيك بسميه أمبليتيود أو القمة. أمبليتيود ده كام ملي فولت؟
105 ملي فولت، من نيجاتيف 70 الى زيرو ده 70، ومن زيرو لزائد 35 ادي 35، 105 ملي فولت. ثم ننزل ري بولاريزيشن. خلي بالك اخبار ايه بقى الفولتج جيتد صوديوم في الاول، مين اللي هيقفل الانر جيت مع بدايه الري بولاريزيشن العوده، اما لسه الاوتر مفتوح، ثم يقفل الاوتر بعد كده ونرجع تاني الى الريستنج. في الري بولاريزيشن انا عايز ارجع للشكل ده اللي كان سببه في الاساس خروج بوتاسيوم، فهيتفتح بوابة وحيدة او جيت وحيدة اسمها inner gate of voltage gated sodium channels اللي هي الـ N gate. واتفقنا ان البوتاسيوم البوابة الوحيدة بتاعته هتكون ناحية جوه، لان التركيز العالي للبوتاسيوم جوه، تفتكرها NN N gate inner. بص فيها دابل N تسهل لك التفكير. ولكن يا خسارة، فولتج جيتد صوديوم تشانلز بطيئة في قفلها، فالبوتاسيوم عمال يخرج. مش بس يرجعني لنيجاتيف 70، ده هو نزلنا لتحت. كل ما يزيد البوتاسيوم بره هيزيد البوزيتيف تشارج المتراكمة على الاوتر سيرفيس، فيعمل هايبر بولاريزيشن. هايبر يعني زيادة، عندي نيجاتيف 80 هنا، طب مين اللي يرجعني مرة تانية الى الريستنج؟ هنا انا محتاج اكتف، محتاج صوديوم بوتاسيوم بامب. اللي حصل الصوديوم في نهاية الدي بولاريزيشن اتحبس جوه بزيادة، في نهاية الري بولاريزيشن او الهايبر اتحبس او زاد البوتاسيوم بره. زيادة الصوديوم جوه عايز اخرجها لبره، ما ينفعش باسيف او كونسنتريشن جريدينت، انت محتاج تكسر اي تي بي. عشان كده البامب ده او البروتين ليه خمس اماكن، تلات اماكن جوه حمسكهم في زيادات الصوديوم، ومكانين بره حمسكهم في البوتاسيوم اللي زاد على الاوتر سيرفس. نكسر اي تي بي، التلات اماكن او البايندينج سايتس اللي ماسكه في صوديوم جوه تخرج لبره، والمكانين اللي ماسكين في زيادات البوتاسيوم بره يدخلوا جوه، وسميها كونفورميشنال تشينج، تغيير في الفورمه او الشكل. وبالتالي خليت زيادات الصوديوم متجمعه في تلات اماكن بره، وزيادات البوتاسيوم متجمعة في مكانين جوه، 3 إلى 2. يبقى إذن بره شايل مكان زيادة أو شحنات موجبة في one binding site، بره positive وجوه binding site أقل كأنه negative. رجعنا مرة تانية إلى الريستنج، وده بنسبة 7%. خلي بالك احنا اتفقنا انه الرابيد او المايلينيتد قلت لك ايكونوميك. ليه ايكونوميك؟ لان انا مش هحتاج الصوديوم بوتاسيوم بامب تشتغل على طول النيرف. الاماكن اللي فيها مايلين عزله للكهرباء انا مش محتاج صوديوم بوتاسيوم بامب، لانه اساسا ما حصلش فيها دي بولاريزيشن. عشان كده انا بوفر في طاقتي في السلتاتوري، مش محتاج اكسر اي تي بي على طول المايلينيتد نيرف. كلام ده في غايه الاهميه تكون عارفه. طيب نيجي للاكشن بوتنشال. احنا قلنا اللي قلناه ده اكشن بوتنشال، بس انا عايز اركز على ريفراكتوري بيريودز وكاركترز وتايبس. اكشن بوتنشال هو السادن تشينج ان ذا انفايرمنت. انا فاجئت النيرف بستيمولس حد أدنى كافي وفجأة، لأنه لو constant stimulus هيحصل accommodation ومش هيتفتح الأوتر جيت of voltage gated sodium channels. هتقولي تمام الأكشن potential بتاعك refractory periods،
الريفراكتوري بيريودز انا عندي اربعه. ابسوليوت معناها فتره عدم الاستجابه المطلقه، النيرف مش هيستجيب لاي ستيمولس مهما كانت قوته، اكسايتابيليتي ايكوال زيرو. مهم جدا في كل ريفراكتوري بيريود تكون عارف لي الوقت. الاي ار بي كل الدي بولاريزيشن والابر وان ثيرد اوف ري بولاريزيشن. طيب ريلاتيف معناها نسبي، النيرف ممكن يستجيب تو ا سترونج ستيمولس اقوى من العادي، وده اللور تو ثيرد اوف ري بولاريزيشن. سوبر نورمال معناها ايه؟ معناها ان انا اديت ستيمولس للنيرف فوق الريستنج ممبرين بوتنشال. خلي بالك فوق الريستنج يعني قرب من الفايرنج ليفل. طالما انت قربت مش محتاج ستيمولس قوي، محتاج ستيمولس ضعيف يزقك زقه للفايرنج ليفل. خلي بالك النورمال هو ريستنج ممبرين بوتنشال. لو اقول سوبر نورمال يبقى انت فوق الريستنج قريب من الفايرنج فمحتاج سب ثريشولد. طيب سب نورمال معناه ان انت تحت الريستنج، يعني انت في الهايبر بولاريزيشن، اكسايتابيليتي بتاعتك قلت جدا، محتاج ستيمولس اقوى من العادي عشان يجيب معاك نتيجه. خلي بالك الاكشن بوتنشال بحرف الاي فكبرتها لك، اي كابيتال معاها ابسولوت ريفراكتوري بيريود واول اور نان لو. اول اور نان لو دي معناها يا ابيض يا اسود، النيرف لو انت اديته ريوبيز يوصل للفايرنج ويحصل اكشن بوتنشال، ده الاول. النن ما اديتوش ريوبيز او ثريشولد لن يصل الى الفايرنج ومش هيعمل اكشن بوتنشال. الاكشن نوت جريدد يعني ايه؟ يعني ما بيتدركش في الاكسايتابيليتي. انا عايز 10 ملي امبير هوصل للفايرنج، ما تجزقش او تقسم الاستيمولس، لا نوت سميتد يعني ما تديليش تو استيمولاي وتجمعهم في شدتهم عشان اوصل للفايرنج. انا بوصل للفايرنج على طول، قلنا يا اول يا نون. اللي بيتغير في الرسمه هو الفريكوانسي موديوليتد العدد، يعني الرسمه بتاعت الاكشن بوتنشال اللي احنا قلناها اهي، الرسمه دي بتزيد في عددها، يعني ممكن تبقى رسمتين ثلاثة عشرة، لكن لا يتغير الامبليتيود بالنسبة لنا. طبعا الخصائص اللي انا بقولها دلوقتي عكسها هو اللوكال بوتنشال. لوكال بوتنشال معناها ان انت اديت ستيمولس ضعيف 3 ملي امبير مثلا، طب انا عايز 10 فهدي زيادة عليه 7، يبقى كان بي جريدد، كان بي سميتد. وطالما عايز يستجيب ما ينفعش يبقى معاه اي ار بي. كيف تحدث الاستجابه في فتره عدم الاستجابه المطلقه؟ ده ما ينفعش، ما ينفعش يبقى معاه اول اور نان لو، لانه من الاساس ما بيستجبش الى ثريشولد. اللي بيتغير هو الامبليتيود، ده مهم قوي. خلي بالك اني all or none او action potential ينطبق على single nerve او single muscle fiber، اما local potential فينطبق على الريسبتور. اي ريسبتور في جسمنا ريسبتور potential بينطبق عليه local potential، ما بيوصلش الى firing level على طول. انواع الاكشن potential monophasic او biphasic، واتفقنا على ده في النظري. مونو معناها جبنا 2 الكترود، واحد حطيته على الاوتر سيرفس والكترود تاني على نفس النقطة بس من جوه، فسجلت البوتنشال ديفرنس ما بين نقطتين جوه وبره بس هما باي فيزيك، حطيت التو الكترودز
على الـ outer surface of the membrane نقطتين مختلفتين وسجلت الفرق. أما compound بقى معناها إيه؟ الرسمة المركبة أهي. أدي عملنا دي polarization لنيرف، وإحنا بنعمل الـ repolarization سجلنا دي لنيرف تاني اللي هو بي، وإحنا بنعمل repolarization ليه سجلنا دي polarization لنيرف تالت وهو السي، ودي سميتها مالتي بيك بوتنشال. وعشان تسجل اكتر من قمة ده اكيد مش بتسجله من نيرف واحد، من ميكسد نيرفز، اعصاب مش مزدوجة مليانة مايلينيتد ونان مايلينيتد زي بالظبط البريكيال بلاكسس. خلي بالك ان المالتي بيك بوتنشال لا يخضع لقانون all or none law، لأنه لو all or none بقت رسمة واحدة ببيك واحد. كلام ده مهم جدا. طيب نيجي بعد كده للlocal potential. احنا طبعا عرفنا انه عكس الaction potential، ولكن عايز اركز معاك في الرسمة دي. بص القمة الصغيرة دي ثم القمة عمالة بتعلى ثم بتعلى، ده بسميه amplitude modulated. اهي تفضل القمة تتغير وتزيد في الارتفاع. طب هي بتزيد في الارتفاع ليه؟ لسه ما وصلناش الى الفايرنج ليفل. لو وصلت للفايرنج نيجاتيف 55 خلاص الرابيد دي بولاريزيشن بعدها ستصل الى بلس 35، ما عندناش تفاهم في ده. خلي بالك ان اللوكال بوتنشال الكهرباء بتاعته ضعيفة، تمشي شوية في الاكسون وتقف، يعني تتناقص شدتها مع طول المسافة، زي بالظبط عربية مليانة بنزين قليل ما تقدرش تجري في شارع مرة واحدة كده، لا تقدرش تقطع مسافات طويلة، فبسميها decremental conduction. وقلنا في النظري ديكري جاية من كلمة ديكريز، فديكريز the intensity with increasing the distance non-propagated with site A receptor. أمثلة اللوكال بوتنشال هو الإلكتروتونيك بوتنشال، هنوصل تيار كهربي من البطارية على الأوتر سيرفيس. المعروف ان تيار البطارية ده دايركت كارنت، مش هيعمل لك اكشن بوتنشال، ده كونستانت ستيمولس ده ثابت. فهجيب الكاثود القطب السالب للبطارية ووصل شحناته النيجاتيف بالاوتر سيرفيس اوف الممبرين اللي عليه بوزيتيف تشارج. هتقولي طب ما هو النيجاتيف اتراكت البوزيتيف وهيبقى دي بولاريزيشن، لكنه مش دي بولاريزيشن كامل، ده لوكال دي بولاريزيشن. وطالما لوكال مش هيوصل الى فايرنج ليفل. بس خلي بالك هو ساعدك في حاجة، هو عمل ايه؟ قرب بينك وبين الفايرنج. لما بتخلي نيجاتيف برة بدل ما يبقى الفرق نيجاتيف 70 لا الفرق بقى نيجاتيف 63، وبالتالي معنى الكلام ده ان انا بقرب من نيجاتيف 55، انا فوق النورمال، كاني بقول لك انا سوبر نورمال فيز، فمحتاج سب ثريشولد، وبالتالي الاكسايتابيليتي زادت. الاكسايتابيليتي هو الابيليتي تو ريسبوند تو استيمولس. طيب لو انا وصلت الشحنات الموجبه بالبطاريه الانود، هتزود البوزيتيف على البوزيتيف اللي موجود بره، هتعمل هايبر بولاريزيشن، وطبعا ده بيقلل الاكسايتابيليتي تماما. طب نسميها ايه؟ كاثود، اول حروف منها كات، يبقى كات الكتروتونيك بوتنشال، لان الالكتروتونيك ده هو الاساس، ففي كات وفي ان، كات الكتروتونيك، والتونيك معناها مستمر. طب ان مش معناها نو او مفيش، معناها ان الكتروتونيك يعني انود، ان الكتروتونيك بوتنشال
كلام ده في غاية الأهمية. عايز أركز على حاجة سبتها معاكم فوق، هي الإفكت أوف الأينز. لو زاد البوتاسيوم أو الكالسيوم إيه اللي ممكن يحصل؟ لو زاد البوتاسيوم في الأكسترا سيليولار فلويد، البوتاسيوم اللي جوه النيرف مش هيطلع للأوتر سيرفس، فيفضل زيادته جوه ويطلع منه حبة قليلة على النيرف، يعني بوزيتيف جوه ويطلع حبة قليلة على النيرف، معناها البوزيتيف اللي بره أقل كأنه نيجاتيف. خلي بالك زيادة البوتاسيوم اكسترا سيلولار لن تتراكم على الأوتر سيرفيس أوف ذا نيرف، بقول لك حوالين النيرف، زي ما يكون في زحمة حوالين المدرج مش على باب المدرج، وبالتالي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف. ايه ده؟ ده انت بتقربني من الفايرنج ليفل. بستيمولس ضعيف هيزيد الاكسايتابيليتي، فعشان كده لما زاد البوتاسيوم زاد الاكسايتابيليتي. طبعا لو قل البوتاسيوم بره العكس. خلي بالك بوتاسيوم الكلام اللاتيني بتاعه هو الكاليوم، فاقول لك هايبر كاليميا. طب نيجي للكالسيوم. الكالسيوم المعروف ان هو الحارس على بوابه الام جيت، ده ديورينج ريست. فاكر الام؟ الاوتر جيت، انا الحارس عندها. لو قل الكالسيوم اثناء الريست، الام تفتح الاوتر والانر اساسا مفتوح، فيدخل صوديوم كتير فيزود البوزيتيف جوه ويسيب على الممبرين بوزيتيف اقل او نيجاتيف، فيقربني من الفايرنج ليفل باي ستيمولس ضعيف قادم. عشان كده لو قل الكالسيوم هيزيد الاكسايتابيليتي، وهنعرف بعدين ايه تاثير الهايبوكالسيميا على المصل، ده مهم جدا اكون عارفه. عشان كده الاكسايتابيليتي بتزيد، هايبركاليميا وهايبوكالسيميا، اما تقل بالعكس. الصوديوم اذا زاد او قل مش هيأثر على الريستنج ميمبرين بوتنشال، لاني في واحد الماني اسمه نيرنست قال انا عايز اعمل اكوليبريم بوتنشال، توازن الايون بين دخوله وخروجه. الصوديوم بيدخل بكونسنتريشن جريدينت ويخرج بإلكتريك جريدينت، دايما الإلكتريك اللي هو الجذب الكهربي. التوازن بين القوتين نيرنست حطها في معادلة وقال عايز أطلع الرقم، طلع الرقم بلس 61 ميلي فولت. قلنا له إيه ده؟ ده بعيد قوي عن الريستنج ممبرين بوتنشال أوف ذا نيرف اللي هو نيجاتيف 70. طب ما تيجي نشوف بقى الإكوليبريم بوتنشال أوف بوتاسيوم. عمل نفس الفكرة، توازن بين خروج البوتاسيوم بكونسنتريشن جريدينت ودخوله بالإلكتريك جريدينت، طلعت القيمة نيجاتيف 94 ميلي فولت، وهي أقرب إلى ريستنج ممبرين بوتنشال اللي هو نيجاتيف 70. فقلنا خلاص يبقى اللي يأثر في الريستنج هو البوتاسيوم. أما الصوديوم يأثر في الأمبليتيود، يعني كل ما يزيد الصوديوم بره يوصلك لفايرنج ليفل أسرع، وكل ما يقل الصوديوم إكسترا سيلولر العكس صحيح. طبعا الكلام ده في غاية الأهمية. في بعض الكتب طبعا كتبالك التوكسين اللي يأثر في الفولتج جيتد صوديوم أو الفولتج جيتد بوتاسيوم هتقراها. نيجي لآخر جزء عندنا في المايند مابس أوف ذا نيرف اللي هو الجزء ده، الإفكتس أوبتيند فروم ديفرنت ستيمولاي أبلايد أون ميكسد نيرف. أنا عندي ميكسد نيرف وهندي أكتر من ستيمولاي. الساب ثريشولد ولا نيرف هيستجيب، الثريشولد هيستجيب عدد قليل، السوبرا ثريشولد عدد اكبر، ماكسيمال كل النيرف فايبرز، اما سوبرا ماكسيمال ايتش نيرف فايبر اوبي
all او none low. طيب وهنا في هذا الجدول وضحت لك الاكسايتابيليتي والبوتنشال تشينجز اللي اتسجلت، وكمان قلت لك ان البوتنشال نيرفز ريكوردد ريبريزنت ذا الجبريك سميشن اوف اول اور نون اكشن بوتنشال اوف ماني نيرف فايبرز. طبعا في النهايه اتمنى تكون المراجعه مفيده. كان معاكم دكتور محمد فايز.